من باريس تنضم إلي مراسلة الغد بلقيس النحاس. بلقيس، إذن المظاهرات مستمرة لاحتجاجا على قانون الأمن الشامل، على مادة من هذا القانون والتي تمنع تصوير الشرطة. ما الجديد لديك وكيف تتعامل الحكومة مع هذه التظاهرات؟ نعم هبة، طبعا الحكومة كما الأسابيع الماضية لم يتغير شيء بالنسبة لها من مصادر خاصة بالحكومة. وصلتنا أن هنالك أخبار أن الآن من حين صدور هذا القرار أو القانون في يناير لن يكون هنالك أي تغيير من الحكومة، حيث كما نعلم أن رئيس النواب أو زعيم النواب مجلس الحرية إلى الأمام، جمهورية إلى الأمام، حزب ماكرون، أنه قد خرج كاستنير في الأسابيع الماضية وقال أنه سيعاد صياغة هذه المادة استجابة للضغوطات التي قام بها الشارع الفرنسي ونقابات الصحفيين والإعلاميين وأحزاب عديدة يسارية وغيرها. استجابت الحكومة لهذه الانتفاضة وقالت أن هنالك تعديلات ستكون بإعادة صياغة كلية لهذه المادة، خاصة مادة 24. ولكن أن تقوم الحكومة الآن بإلغاء هذا القانون فهو من غير الوارد، خاصة أن الحكومة الآن حكومة ماكرون في وضع قلق أو في قليل من الإحراج، حيث أنه أثير الكثير من التهكم على أسلوب أو رؤية ماكرون لإصداره للقرارات وتعجله قبل دراسة هذه القرارات وكيفية تأثيرها على الشارع الفرنسي. وجهت انتقادات عديدة من عديد الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى اليمين إلى حكومة ماكرون أن بسبب هذه القرارات واستعجالها قبل دراستها بشكل كامل. لذلك فإن ماكرون الآن لن يقوم بإلغاء هذا القانون بطريقة فورية بسبب لتحفظ الحكومة ماء وجهها. ولكن في نفس الوقت يجب أن نرى أن الحركات ما زالت مستمرة ومنادات للنزول الشوارع، ولكن هنالك انخفاض بالتعبئة. إذا ما قارنا الأسابيع الماضية على سبيل المثال، السبت الأول كان هنالك حوالي 133 ألف متظاهر، من ثم السبت الذي بعده كان حوالي 46 ألفا في جميع فرنسا. أما هذا السبت فحوالي فقط 27 ألف متظاهر، أي يعني هذا ما أحصته وزارة الداخلية. في باريس هذا السبت حوالي 5000 متظاهر كما صرحت وزارة الخارجية. المنظمون قالوا بأن هنالك 10000 متظاهر. نجد أن التعبئة خفت من بعد إعلان كاستنيغ عن إعادة صياغة المادة. ويجب أن نذكر أن وزارة الداخلية، خاصة وزير الداخلية جيرال ديغمانا، أنه مصر ومتمسك بهذا القرار ويراه حقه وحق الأفراد الذين ينتمون لجهاز الشرطة من الدفاع عنهم وحمايتهم، حيث كما نعلم أن جهاز الشرطة الكثير من التعقبات التي تمت للشرطة ونشر صورهم معلومات عن عوائلهم. لذلك فإن جيرال ديغمانا مصر على ومتمسك بهذا القرار. ويجب أن نذكر أيضا أن جهاز الشرطة هنا في باريس هو جهاز متمكن ولديه قدرة على فرض بعض القرارات وله دور كبير هنا في الحكومة الفرنسية. بينما يجب أن كذلك أن نذكر أن هنالك اختلفت سياسة مواجهة أو التصدي للمظاهرات خلال هذا السبت، حيث السبت الماضي أو الأسابيع الماضية كانت الحكومة تقوم عندما فرضت الشرطة على الأرض كان هنالك أن الشرطة تقوم بالتصدي. إذا لم يتم الهجوم على الشرطة لن تقوم الشرطة بالهجوم على المتظاهرين. ولكن جيرال ديغمانا هذا الأسبوع فرض استراتيجية جديدة لضبط المظاهرات، وحيث حشد حوالي 3000 جندي مقابل 5000 متظاهر. وهذه الاستراتيجية الجديدة حيث أنها سوف تم تطويق كل المظاهرات ومنع الخروج والدخول عبر موكب المظاهرات. وقامت الشرطة هنا بالمواجهة بأن تقوم بالدخول واقتحام هذا الموكب واعتقال بعض العناصر من البلاك بلوكس الذين كان يعتبرهم وزير الداخلية هم البلطجية. نعم هبة، شكرا جزيلا لك بلقيس النحاس مراسلة الغد من باريس.